نتقدم بأجمل التهاني والتبريك للعم العزيز الشيخ أبو أشرف نايف الحمود شراعة بمناسبة زواج ابنه ليث الحمود شراعة، جعله الله زواج الدهر. مبروك زواج الأخ ليث، الله يبارك له ويبارك لكم الجميع. معك عبد الله سالم الشراري من السعودية، وفيكم الله يبارك فيكم الجميع، ويا ألف مبروك، والله يبارك للجميع إن شاء الله. اليوم سعيدين بتواجدنا في زواج أخونا ليث، عسى الله يبارك له ويحفظه، وما شاء الله تبارك الله، يمكن الحضور وهالمحبة من وقت ما شاء الله مبكر لهالمناسبة دي على محبة طبعا ما شاء الله أبو أشرف وأبو وعريس ليث، عسى ربي يحفظه. أهل المراجل يلشرع والعزوم القوية، بنبارك للعريس ليث الأستاذ ليث الفرح إن شاء الله، ألف مبروك. بنبارك للعم أبو أشرف أشرعة، مني أنا الفنان زكريا عياش، إلى آل أشرعة جميع وإلى العم أبو أشرف، وحياكم الله. ونشكر قناة نيروز على هاللقاء الحلو هاللفتة الحلو، وأدامكم الله ذخرا لنا. بنشكر المنتج أسيد الجبور على هاللقاء الحلو هاللفتة الحلوة، حياكم الله وأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. من أفراح المملكة الأردنية الهاشمية، أفراح بني صخر، أفراح المفرج. بنبارك للشيخ أبو أشرف بني صخر بمناسبة حفل زفاف ولده ليث، إن شاء الله ألف ألف مبروك. والشكر الكبير إلى أخونا المنتج أسيد الجبور أهل الموقر على هذا اللقاء الطيب. 100,000 سالب لكم جميع، حياكم الله، وانتظرونا على المباشر، حياكم الله جميع يا 100,000 سالب. أخوكم الفنان سمير المسلماني لكل الحضور، حياكم الله. تكفير وشحكم ذبح المسلمين الاعزالي.